مع ساعات المساء بيحلى الوقت والجو بيصير أحلى وأحلى، كثير من القصص والحكاية بشوارعنا وحاراتنا. حياك الله. الله يبارك فيك. رح نسمعكم وندردش معكم حول تجاربكم وآمالكم بهالحياة. كثير من الأمور والمواضيع رح ناخذ رأيكم فيها، وحديث بيكون من القلب للقلب. انضموا لنا برحلة يومية مليئة بالمرح والتفاعل ببرنامج مساء الثورة على الساعة 7 المساء. كونوا معنا يوميا بـ3 المساء.